أهلا بيكم. في تاريخ الإسلام أسماء كتير من أهل الخلافة الأوائل والصحابة والتابعين والصالحين اللي خدموا الإسلام وربنا سخرهم لخدمة دينه، لكن سبحان الله من بين كل اللي أحاطوا بالرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة الأوائل في حياته واللي مشوا على هجه بعد وفاته، كانت سيرة ومسيرة رجل اتولد بعد وفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بسنين طويلة هي الأكثر ارتباطا بالدعوة وتحديدا بالسنة والأحاديث. أنا هنا بكلم حضراتكم عن الإمام البخاري اللي وصف كتابه صحيح البخاري بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، اتولد يوم 13 شوال سنة 194 هجرية، يعني بعد موت سيدنا النبي بحوالي 183 سنة. اتولد في مدينة بخارى اللي هي حاليا مدينة في دولة أوزبكستان، وكعادة سير أهل العلم هتلاقيه ذكي، ذاكرته قوية جدا. اتولد في بيت علم، حفظ القرآن وهو طفل عمره 10 سنوات، ورغم أنه نشأ كصبي يتيم لكن أمه كانت بتحببه في العلم. حفظ آلاف الأحاديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعمره 16 سنة. لما تبقى دي طفولته يبقى سهل أننا نتوقع شبابه، فتلاقيه بيسافر ورا مجالس العلم ويروح من هنا لهنا علشان يجالس العلماء، ودي كانت طريقة التعليم زمان. كان العلم ليه شيوخ، والشيوخ بيسافروا بين المدن، وطالب العلم شغلته يطلب العلم ولو في الصين. واشتهر في مجالس العلم بالورع والزهد والكرم. رحلة البخاري في طلب علم الحديث بدأت من مكة لما راح يقدم مناسك الحج مع أمه وأخوه وكان عمره 16 سنة، لكن قرر ما يرجعش بخارى ويبدأ الرحلة من أولها. عمل إيه الإمام البخاري وكان بيخطط لإيه، وإيه علاقة قصة البخاري بشهر رمضان؟ هقول لحضراتكم بعد الفاصل. كنت بكلم حضراتكم قبل الفاصل عن قصة الإمام البخاري مع جمع الحديث الشريف، واللي بدأت لما سافر مع أخوه وأمه لأداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة، وقرر ما يرجعش معاهم ويستقر 6 سنين في مكة والمدينة المنورة. ومن هنا بدأ يقعد مع العلماء ويجمع الحديث ويعمل مجالس لمناقشتها، فقرر يسافر ويجلس مع المشايخ الكبار ومش مهم هم فين، المهم يوصل له. البخاري بيقول بنفسه عن رحلاته: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم مرة دخلت فيها الكوفة وبغداد. في كل مدينة كان يجالس كبار الشيوخ. نقل عن أكثر من 1000 عالم من الموثوق فيهم في حفظ الحديث، كان بيدقق ويحقق في كل حديث ويتأكد من روايته، وده اداله صيت عظيم بين علماء الحديث، وانتقلت أخباره بين الدول والأقطار. البخاري بدأ التأليف وهو ابن 18 سنة وقدم 20 مصنف، أشهرها الجامع الصحيح الشهير بصحيح البخاري، أشهر كتبه وكتب الحديث بشكل عام، واللي أنجزه في 16 سنة تحقيق وتدقيق وكتابة، واللي اشتغل عليه واختار فيه بعناية 7275 حديث. يقال أنه اختارها من بين 600,000 حديث بعد ما حط شروط كثيرة لتدقيق الأحاديث، وهي أن أي راوي للحديث يكون عاصر بالفعل اللي بيروي عنه وسمعه منه، يعني شافه وسمعه، ويكون المنقول عنه معروف بالثقة والعدالة والضبط والإتقان والعلم والورع. ولما خلص كتابه عرضه على شيوخه وأساتذته، منهم جهابذة علم الحديث وأشهرهم أحمد بن حنبل وأجازوه. واشتهر البخاري بكتابه باعتباره أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. وبدأت مجالس العلم تدرس صحيح البخاري وتناقشه، رغم أنه ما كانش أول من جمع الحديث ودونه، وسبقه أعلام من الأئمة أبرزهم مالك بن أنس، لكن كتاب البخاري انتشر بشكل واسع جدا واتكتب حواليه آلاف الكتب في شرح صحيح البخاري، أشهرها
فتح الباري في شرح صحيح البخاري. بعد ما انتشرت مؤلفات البخاري قرر يرجع مدينة نيسابور اللي بتقع في حدود دولة إيران دلوقتي عشان يستقر فيها، لكن غيرة بعض العلماء خلتهم يتهموه بأنه بيدعي على القرآن بادعاءات مش حقيقية زي فكرة خلق القرآن، فقرر أنه يترك نيسابور ويروح مسقط رأسه في مدينة بخارى اللي مكانها دلوقتي دولة أوزبكستان، واستقبلوا أهل المدينة استقبال الفاتحين وكانوا بيرموا عليه الدراهم والدنانير. ملحقش البخاري يقعد كتير في بخارى لحد ما بعت له أمير المدينة وكان اسمه خالد بن أحمد الدهلي يستدعيه علشان يسمعوا الأحاديث. طبعا البخاري رجل من رجال العلم الكبار، فرد على الرسول الأمير وقال له فيما معناه: أنا ما باخدش العلم لأبواب الأمراء والسلاطين، والأمير لو عايز يسمع مني يجي لي بيتي أو مسجدي. ورفض البخاري أن يخص الأمير بمجلس علم دون عامة الناس. طبعا الكلام ده ما عجبش الأمير، فحرض بعض الناس أنهم يتكلموا في حقه ويثيروا عليه غضب الناس، وبعدين أمر بنفيه من المدينة. خرج البخاري لقرية من قرى سمرقند في حدود أوزبكستان دلوقتي، واشتد عليه البلاء لدرجة أنه دعا ربنا في شهر رمضان سنة 256 هجرية وقال: اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. وقبل ما ينتهي الشهر مات البخاري يوم 30 رمضان عن عمر 62 عاما، واتدفن في أول أيام عيد الفطر. وفضل جهد واجتهاد البخاري اللي قدمه من 1150 سنة تقريبا له أعظم الأثر في تاريخ الإسلام.